شوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كاينة هاد 5 قطارات أونص اللي فيها بطاطا، فيها بير، وهذا كلها مجهزة بقوتا قوت تبارك الله اللهم بارك. ديك الجهة كاملة دايرة بالسيبري، شات في هاد الموقع تبارك الله زوين. البير هو هذا، شويه ديال القزبور والمدنوس. هذا هو البيت ديال البير كما كتشوفوا، الباب ديالو الباصه، وهذا نذكر لكم مساحة 5 قطارات أونص وكلها مجهزة بقوتا قوت، بعيدة من جديدة 30 كيلومتر مش بعيدة. الشانطي هو هذاك وداخلة من الشانطي 500 متر باش داخلة من الشانطي حتى الأرض، هي هذه كلها. بالنسبة للوريقات محفظة، وريقتها ناضين تيتر فرنسي، ثمن مولا كيقول 150 مليون. كتواجه اتجاه ديال تليتا ولاد حمدان. المهم الاخوان اللي بغا يشوفها غنخليكم التليفون ديالي